اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. طبيعه الحال العافيه ورجعت شعلات بعد ما الوقايه المدنيه سللها الماء ومشات تعمر الماء كما كتشوفوا معنا جايبين الشل الماء كافي. دابا تقريبا راه مشى باش في حين انا تجي وقايه مدنيه اخرى. هي يلا وصلت الوقايه المدنيه كما كتلاحظوا معنا. طبيعه الحال ما جايباش معها الماء كافي حتى ولات ندالعات مره اخرى العافيه. ما قال لي السيد يعني جايبين بوديزه ديال الماء. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خص دائما يكون الوقايه المدنيه تكون مجهزه. طبيعه الحال دابا مشاو يعني بسرعه فائقه باش يعمروا الماء ويجيو يرجعوا يطفيو العافيه هنايا. ما كنعرفهم العافيه يعني بكل بساطه تقدر تشعل مع هاد الحراره. وكاين يعني ربما كاين مواد اخرى ديال اللي غاد كتساهم في الاندلاع ديال الحريق. فطلع من بعد ما غادرت الوقت شوفوا الانفجار. انا الانفجار كما لاحظتوا معنا في البث المباشر ومشاهدينا الكرام في هذا البث انفجار ربما شي حاجه. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام شي حاجه يعني انفجرات لداخل. ما عرفناش شنو هي بالضبط. ربما تكون هي قرعه عاديه انفجرت او ربما شي حاجه اخرى. ربما بعض المواد اللي هي قابله للانفجار. فلا حول ولا قوه الا بالله. طبيعه الحال الوقايه المدنيه عمرات الماء وهي جات غير دابا كما كتلاحظوا معنا باش يكملوا الاطفاء ديال هاد العافية اللي اندلعت هنايا يعني فجأة. ثم كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام في هاد البث ثم كتشوفوا ما عرفناش شنو كاين بالضبط هنايا. البوطات كاين بوطات اخرين كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام يعني كاينين البوطات مازال كاينين البوطات اخرين لداخل. ف لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صافي ترى الله سبحانه وتعالى راه نجانا كاملين هنايا. اجينا ترى صراحة البوطة هي اللي تفرقعات على حساب ما قالنا رجل الأمن. البوطة هي اللي دارت داك الصداع. شي حاجة مهم شي حاجة ماشي هي هذيك. راه ربما كاين مواد أخرى اللي قابلة للاشتعال. فراه لا حول ولا قوة إلا بالله. وسي راه الله يحفظه صافي. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. مشاهدينا الكرام كما كتلاحظوا معنا حنايا منطقة درب عمر كما كتلاحظوا معنا اندلاع ديال العافية هنايا من بعد ما طفاو الوقاية المدنية وسلل لهم الماء مشاو يعمروا الماء. ولات شعلات مرة ثانية ولات شعلات العافية مرة ثانية. ودابا منذ لحظات كما لاحظتوا معنا ولات بعد ما عمرات الوقاية المدنية الماء ورجعات هي بدات كتطفي هاد العافية اللي هنايا شاعلة. طبيعة الحال بعد وقوع هاد الانفجار هذا اللي هو كما لاحظتوا معنا ما عرفناش شنو السبب ديالو. كاين اللي كيقول رجل الأمن قال لك يعني بوطة وكاين اللي كيقول يعني كل واحد شنو كيقول. طبيعة الحال ما غاديش نعرفوا حقيقة الأمر إلا بعد الوقاية المدنية ما يديروا خدمتهم كاملة ويطفوا الأمر كله ونشوفوا شنو كاين. طبيعة الحال الحمد لله وعلى سلامة كل الناس طبيعة الحال اللي كانوا هنايا في المحيط. والحاجة الوحيدة اللي كاينة هنايا انه
البوطات مازال كاين الداخل كما كتلاحظوا معنا، رجل الامن والقيه المدنيه كيحاولوا يبعدوا هاد البوطات من هنايا. كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام، راه الله يهدر الصدمة، الله يحفظ الجامع. طبيعة الحال هنايا راه مشكل كبير. دابا حاليا راه كنتوقعوا انفجار في أي لحظة. حنا كنتمناو أنه ما يبقى حتى شي كارثة أخرى، بحكم أنه داك الانفجار اللي كان هو يعني مفاجئ للجميع اللي كانوا هنايا واقفين. بطبيعة الحال مازال يعني كاينين بوطات اخرين تما في وسط داك القصدير، والقايه المدنيه حاليا يعني كطفي هادشي كامل. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر، انا احنا بالضبط في درب عمار كما كتلاحظوا معنا، منطقه ديال درب عمار. هذه المنطقه يعني كلها عامره يعني مواد اللي هي ديال السيارات، اللي هي ربما قابله يعني قابله للانشعال. طبعا ترى كل شيء الله سبحانه وتعالى اللي يحفظ الجميع هنايا. الحمد لله راه ما وقع حتى شي حاجه، ما وقعش شي حاجه اللي غاف. شتصور انت؟ بوليس معاك؟ قول لي بوليس معاك صاحبي، خاصني نعرف واش اي واحد يصور. سلام صاحبي، اش من صاحبي؟ اش من شفتي البوليس تصور؟ البوليس تصور؟ ايوا راه سلام على سلامتك، يلا جيت دوينا طبيعة الحال مع البوليس في الأول. ثم كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام في البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. نور الدين، نور الدين سفتين سفتين. اه تعزز يا الله.
هذا اللي صافي لنا شنو كنشوفوا في هذا الفيديو داك الفيديو شنو فيه داك الفيديو شنو فيه كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام حنا بضرب عمر ضرب عمر طبيعة الحال الوقاية المدنية اللي طفات العافية في معهد ديال القصدير ضرب عمر الوقاية المدنية مازال دابا حاليا كيخدموا فمشاهدينا الكرام الحمد لله على سلامة الجميع ووصلنا نهاية هذا البث المباشر على أمل نلتقي بكم ببث آخر بحول الله إلى اللقاء.